السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم معايا في قناتي قناة عالم مساكي. عندكم كارتة ديال انوي بغيتي تشارجيو الانترنت؟ مرحبا، طريقة سهلة ومبسطة. غادي تركبوا الرقم نجمة 120 دياس وغتضغطوا على ابل. غادي تسنى واحد شويه، غادي يعطيوكم هاد المعلومات اللي كاينه هنايا: انفو برومو دي مومو اشوتي افيك مون سولد نجمه 9 باس اي برومو. المهم حنا غنكليكيو على رقم 6 اللي هو غوشارج وغنضغطوا على انفوي. هنا غوشارجي مون كونت، غوشارجي ان اوتر كونت، ترانسفير دو سولد. المهم حنا حاجتنا اننا نشارجيو الانترنت في التعبئه ديالنا في الكارتة ديالنا. غنضغطوا رقم 1 ونضغطوا على انفوي. هنا غادي يطلبوا مننا اننا نركبوا الرمز ديال التعبئه 88 05 07 96 45 45 70 34 وكنركبوا نجمة 3. نضغطوا على انفوي، نتسناو شويه. كونفيرمي يعني كنديروا رقم 1. انفوي votre recharge a été bien effectuée. وبهذه الطريقه كنكونوا عبئنا الانترنت ديالنا في التعبئه ديالنا ديال انوي. هنا كندخلوا لي ميساج باش نشوفوا التعبئه ديالنا واش وصلت ولا لا. vous avez rechargé à 10 دراهم. vous bénéficiez de 1 giga valable 3 jours. شكرا على المتابعه ديالكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.